اللي في الصورة ده اسمه اسلام، صاحب اغرب قصة ممكن تسمع عنها في حياتك. عمل اكتر من 57 تحليل DNA علشان يوصل لاهله، وحظه انه وقع في عزيزة بنت ابليس، وحياته عبارة عن سيناريو فيلم سينما كبير صعب تتخيله. 1992 اسلام عنده 11 سنة وعايش في محافظة شمال سيناء، وتحديدا في العريش مع اهله واخواته. وفجأة الساعة 3 الفجر يتفاجأ اسلام ان البوليس جاي علشان يقبض عليهم كلهم، وراحوا على مديرية امن شمال سيناء. ومن اللحظة دي كل حاجة في حياة اسلام اتغيرت. عاش 11 سنة في العريش، وكل ذكرياته مع اخواته هشام ومحمد ووالدته عزيزة وابوه في اليوم ده يعرف ان كل ده مش صحيح، لا دي امه ولا ده ابوه ولا دول اخواته. ويعرف كمان ان امه اصلا مش بتخلف، وانها مطلوب القبض عليها في قضايا كتير كلها تحت جريمة واحدة، خطف الاطفال حديثي الولادة. مجرد ما اتقبض على ابوه وامه المزيفين، عزيزة اعترفت انها خطفاهم من اماكن مختلفة. هشام طلع مخطوف من الاسكندرية، ومحمد طلع مخطوف من العريش، انما اسلام عزيزة رفضت تماما تقول هو مين او ابني مين او خطفاه من اني محافظة او منطقة. وتاني يوم على طول تم تسليم هشام ومحمد اللي هم اخواته المزيفين لاهلهم الحقيقيين، واللي طبعا ما كانوش مصدقين ان هم لقوا ولادهم، واسمائهم طبعا ما كانتش هشام ومحمد، الاسماء دي اللي كانت مختراها هي عزيزة بنت ابليس. بدأ التحقيق مع عزيزة وجوزها، عزيزة بتهمة خطف الاطفال حديثي الولادة، وجوزها بتهمة التزوير، وتحديدا تزوير شهادات الميلاد للاطفال التلاتة. ده غير قضايا تزوير تانية كتير، اهمها تزوير شهادات الميلاد الخاصة بعزيزة نفسها. وشهادات الميلاد اللي كانت عزيزة وجوزها مطلعينها لولادهم كانوا عايشين بيها بشكل طبيعي في العريش، ودخلوا مدارس وكانوا عايشين حياة طبيعية قدام الناس. طيب الامن عرف يوصل ازاي لعزيزة؟ تحديدا ان الوصول ليها كان صعب جدا، هي اصلا من محافظة الاسكندرية وانتقلت بحياتها كاملة للعريش، وهي كمان عندها عيب خلقي، هي اصلا ما بتخلفش، وكانت متخصصة في خطف الاطفال حديث الولادة، وكانت من ضمن عصابة متخصصة في المجال ده، وكانوا بيبيعوا الطفل الواحد ب5000 جنيه. ولما قررت عزيزة من زمان انها تتجوز، ناس قريبين من جوزها قعدوا يقولوله انها ما بتخلفش، وكانوا بيسخروا منها جدا ويتريقوا عليها بسبب الموضوع ده. فعزيزة قررت انها هتوريهم انها بتخلف، وانها هتنتقم منهم واحد واحد. بس الموضوع ده محتاج خطة، وأول ضحية من ضحايا عزيزة في سرقة الطفل للتبني مش للبيع كان من نصيب اسلام. وعزيزة طلبت من جوزها لانه كان بيحبها جدا انه يساعدها انها تجيب حقها من الناس، وانها تثبت للناس انها بتخلف عادي. وخطة عزيزة كانت بالشكل التالي، كانت بتحط قماش وقطن في بطنها على اساس ان يبان قدام الناس انها حامل، وكانت بتراعي مرور الوقت، يعني كل شهر بتزود حجم القماش والقطن اللي في بطنها علشان الناس تشوف ان الحمل بدأ يزيد اكتر. ولما بتوصل للشهر التاسع بناء على حسابات كانت بتنزل لأماكن مختلفة وتقعد تراقب الناس وتشوف مين لسه مخلف حالا، يبقى عنده طفل لسه مولود حالا. وكانت بتختار ناس طيبة وغلابة وملهمش في المشاكل، وكانت بتوهمهم انها شغالة في جهة تابعة لوزارة الصحة او التأمينات الاجتماعية، وتقول للأم انها هتعمل لها خدمة تابعة التأمينات الاجتماعية او الصحة، وسيبيلي بس الطفل وادخلي عشان تخلصي الورق براحتك. وكانت بتدخل الأماكن بشكل طبيعي، فاللي يشوفها كان بيصدق انها فعلا شغالة هنا او تابعة للجهات اللي كانت بتقول عليها. وبمجرد ما الام بتنشغل شوية، فجأة بتلاقي ان عزيزة وابنها اختفوا تماما من الوجود، وتقعد تدور عليهم وتبلغ الناس ومفيش اي وجود. وكان من ضمن خطط عزيزة كمان لخطف الاطفال انها تروح على مستشفيات الولادة الحكومية وتنتظر قرب منطقة الحضانات، واول ما تلاقي طفل لسه مولود كانت بتتصرف وتخلق خطة جديدة علشان تعرف تسرق الطفل من الحضانة، واهله ييجوا تاني يوم ويكتشفوا كلهم انه تم سرقة الطفل من جوه الحضانة. وعزيزة بعد ما بتخطف الطفل
في الشهر التاسع من الحمل المزيف كانت بتخبي الطفل وتطلع على البيت وتيجي على فترة بالليل تقعد تصرخ جامد كأنها بتولد، وينزل جوزها يعرف الناس والجيران ان مراته خلفت ولد، وبعد كده يروحوا على الوحدة الصحية ويطلعوا شهادة ميلاد للمولود الجديد بالأب والأم المزيفين. عزيزة في البداية كانت عايشة في اسكندرية عادي، لكن لأنها عارفة ان في ناس كتير حواليها عارفين انها مش بتخلف فكانت خايفة ان حد يبلغ عليها، فعرفت تقنع جوزها انهم يسافروا على العريش ويعيشوا هناك. بس قبل ما تسافر قررت موضوع الحمل المزيف ده تاني وخطفت تاني طفل اللي هو هشام بعد تنفيذ نفس الخطوات، تحط القماش والقط وتبان انها حامل، وعلى الشهر التاسع تعمل نفس التصرف بالظبط. وبعد ما خطفت هشام كملوا الخطة وراحوا على العريش، ولما وصلت العريش قعدت شوية وعملت نفس الخطة تالت مرة، ظهرت قدام جيرانها في العريش انها حامل وطبعا الحمل مزيف. وبعدها نزلت السوق وقعدت تدور على اي ام يكون معاها طفل حديث الولادة، واختارت الام المناسبة وراحت علشان تشتري منها حاجة وطلبت منها فكة، فالبياعة الغلبانة علشان مش معاها فكة فسبت لها الولد وراحت علشان تفك الفلوس. مجرد ما راحت ورجعت ما لقيتش ابنها وما لقيتش عزيزة، وبالتالي بقى محمد ده هو الابن الثالث لعزيزة المزيف. الصدمة الاكبر كانت لاسلام، لان اسلام كان اكبرهم سنا، ولما اتقبض على ابوه وامه المزيفين واخواته المزيفين في شمال سيناء فضل رجال الامن يدور على اهله لمدة طويلة، وبعدها تبناه مدير مدرسته في العريش لمدة 6 شهور، وبعدها تبناه مدرس تاني في العريش لمدة 6 شهور، لكن للأسف مفيش اي وجود لاهل اسلام، وعزيزة رفضة تماما تقول اهله مين، لحد ما رجال الامن قرروا انهم هيسلموا اسلام لملجأ ايتام. وبعد اسبوع بعد انتقاله لملجأ الايتام ظهر الحاج جمعة حسن مصطفى من محافظة المنوفية، واللي قدم اوراق تثبت ان ابنه اتخطف سنة 1984 من مستشفى اشمون العام، وان كل المواصفات اللي تخص اسلام تنطبق تماما على ابنه. الامن سلم اسلام للحاج محمد، واخيرا اسلام لقى اهله وانتقل للحياة للمنوفية وعاش وسط عيلة كاملة لمدة 22 سنة، وتم تعديل كل بياناته في الاوراق الرسمية. والمفاجأة ان لما عرضوا الحاج جمعة على عزيزة قالت لهم ان هو ده ابوه، لكن طول الوقت من ساعة ما اسلام انتقل للمنوفية علشان يعيش مع اهله كان حاسس ومتأكد انهم مش اهله، لكن ما كانش عنده اي حاجة بتقول عكس كده، لحد ما في يوم اسلام وهو قاعد سمع والدته بتقول لوالده ان ده مش ابنهم وان هو كده هيورث فيهم وده مش صح. فاسلام حصلت بينه وبين ابوه مشدة وطلب انهم يعملوا تحليل دي ان ايه، والمفاجأة ان لما اتعمل تحليل الدي ان ايه اكتشف اسلام فعلا ان ده مش ابوه، ورجعت حكاية اسلام تاني من الصفر. عزيزة لما اتقبض عليها سنة 1992 اتحكم عليها 7 سنين بتهمة اختطاف اطفال حديث الولادة، وجوزها خد حكم 5 سنين بتهمة تزوير اوراق رسمية. ولما خرجت عزيزة من السجن قررت انها هترجع تاني تعيش في اسكندرية، لكن في حالة هدوء وبدون احتكاك مع اي حد، وفضلت في حالة اختفاء. لكن اسلام لما عرف ان الاتنين 20 سنة اللي عاشهم في المنوفية طلعوا كدبة كبيرة قرر انه يرجع يدور على عزيزة تاني علشان تقوله اهله مين وهو مين، وما كانش فيه اي ورق رسمي لعزيزة مع اسلام الا شهادة الميلاد المزورة اللي موجودة معاه واللي طلعت من شمال سيناء، فقرر انه يطلع عليها بدل فائد ويحاول يوصل لمكان عزيزة في اسكندرية، واللي اكتشفوا ان عزيزة حتى شهادة الميلاد بتاعتها مزوراها، عندها شهادتين ميلاد كل واحدة بتاريخ ميلاد مختلف وكل واحدة فيها اختلاف في حروف بعض الاسماء تزوير باحتراف. وبعد مدة طويلة اخيرا اسلام لقى عزيزة تاني، لكن وهو عنده 36 سنة، وبرغم ان اسلام اتجوز وخلف وكون عيلة الا انه كان عنده اصرار انه يلاقي اهله وانه يعرف هو مين، وكل ده وعزيزة برضو رفضت تقول، وكان عندها اصرار ان هي امه، وكان عندها
الإصرار برغم السنين دي وبرغم الحكم ده وبرغم كل الحقائق اللي ظهرت دي إنها أمه، لدرجة إنه أخدها وعمل لها تحليل DNA وأثبت إن مفيش أي صلة قرابة تماما تربطها مع إسلام. ولأن قصة إسلام كانت واحدة من أغرب القصص، فكان في كتير من وسائل الإعلام اللي استضافت إسلام واستضافت عزيزة علشان تعرض قصتهم على الناس علشان ممكن تكون دي مساعدة للوصول لأهل إسلام. لكن المفاجأة إن أهالي كتير من اللي شافوا وش عزيزة اتعرفوا عليها وقالوا إن هي دي اللي خطفت ولادهم وهم لسه مولودين، وأكدوا على نفس المواصفات ونفس الطريقة اللي بتخطف بيها عزيزة الأطفال. وعدد الأهالي اللي ظهروا وقالوا إنهم أهل إسلام كان عددهم كبير جدا من محافظات مختلفة في جمهورية مصر العربية، لدرجة إن إسلام عمل أكتر من 57 تحليل DNA علشان يثبت نسبه للأهل اللي بيقولوا إن هو ابنهم، لكن في كل مرة كانت النتائج بتطلع سلبية وترجع حكاية إسلام تاني من الصفر، لأنه كان رافض التعلق بأي أمل تاني بدون عمل تحليل DNA، لأنه عاش 11 سنة مع عيلة مش عيلته، وبعدها عاش 22 سنة مع عيلة برضو مش عيلته. ويفضل آخر أمل عند إسلام إن عزيزة بنت إبليس تقول له الحقيقة وتريحه. وفكرة رفض عزيزة إنها تقول إسلام ده مين ملهاش غير حلين اتنين ناس كتير متأكدين منها. الرواية الأولى بتقول إن إسلام ينتمي لعيلة كبيرة، والعيلة دي قررت إنها تستغنى عنه، وإن العيلة دي سلمت الطفل إسلام لعزيزة وطلبت منها إنها ما تجيبش سيرتهم خالص. والمقترح التاني واللي أقرب للحقيقة إن عزيزة بتنتقم في أم إسلام لأن هي اللي عايرتها إن عزيزة ما بتخلفش، فقررت إنها تحرق دم الام دي على ابنها لانها عيرتها انها ما بتخلفش. وبسبب مرض عزيزة في الفترة الاخيرة من عمرها، اسلام كان عنده امل انها هتقول له الحقيقة، وقعد معاها اكتر من مرة وحاول يدخل وسطاء بينهم كتير علشان تتكلم، لحد ما راح لها في يوم البيت، ولما دخل اوضة من الاوض اكتشف ان عزيزة وقفت في الشباك ورمت نفسها وانتحرت. وكتير من اهل المنطقة شافوها وهي واقفة بنفسها في الشباك وبترمي نفسها. وللأسف تم القبض على اسلام لاتهامه ان هو قتلها لانه بينتقم من اللي هي عملته فيه، وتم نقل عزيزة للمستشفى، وبعد ساعات قليلة تم اعلان وفاتها. كتير من الشهود اثبتوا ان اسلام ملوش ذنب خالص وان هي اللي رمت نفسها من الشباك. واسلام بعد ما خرج براءة من التهمة الموجهة ليه اكتشف انه بيرجع تاني حالة الصفر. واخر لقاء مع اسلام كان من حوالي سنة من تاريخ تسجيل الفيديو ده، والى اللحظة دي اسلام لسه ما لقاش اهله. القصة تفاصيلها صعبة وغريبة، وعزيزة ماتت واتدفن معاها الحل الوحيد لاسلام. سلام عليكم.